الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني الكرام، أهلا وسهلا بكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبتم أينما كنتم وأينما ارتحلتم فالله دائما معكم. صلوا على رسول الله ثم عاود صلوا على رسول الله، وأهلا وسهلا بالجميع. بغيتو ديروا اشتراك على القناة، مرحبا، ألف مرحبا، ربي يجازيكم. ما درتوش اشتراك، ربي يجازيكم وربي يجيب الخير. اخواني الكرام، غادي نعرض عليكم في واحد السكن في مدينة سلا، حي بوقنادل. هذا السكن فيه 300 متر، 300 متر محفظ على الشياع، محفظ على الشياع كما كنقولوا. ديري القسمة ديالهم، شهادة إدارية ديالهم، جد الناس اللي كيكتبوا هذا العقار هذا، أو ثلاثة يعني، أما النوطير، أما العدول، أما محامي معتمد لدى محكمة النقد. المسائل ديال العقار اللي كنعرض عليه دابا قانوني، ما فيه كرام ديال المشكل، لأن قبل ما كنعرضوا واحد المنتوج أو واحد العقار، إلا حتى كناخدوا استشارات مع ذو الاختصاص، لأن يعني باش ما نورطوش شي واحد أو شي واحد فلوس ولادو تكرفص عليهم وتعذب عليهم وسهر عليهم الليالي، ونجيو حنا باش نورطوه في واحد العقار اللي هو غير قانوني ابدا. وهذاك مور العقار اذا ما كانش عنده العقار ديالو قانوني، يمشي يسوي الوضعيه ديال العقار ديالو، يمكن له يعرضوا للبيع، وحنا اهلا وسهلا، راه عمل اشاره في اي وقت. هذا من باب ديال هاد 300، عندها القسمه ديالها، عندها التحديد ديالها، عندها شهاده اداريه ديالها، يا اما النوطير يا اما العدول، سدينا هذا الباب باش ما يجوش هذوك الناس اللي تيكتبوا لتحت وكيبغي يعطيو في الفتوى في الشياع ما الشياع الشياع ما الشياع. سدينا هذه الامور هذه. اللي حب يشوف العقار مرحبا به، من حقه يزور العقار في حين المكان، ويجلس مع المعني بالامر، وياخذ الورق، ويسول على راسه، له الحريه، هذا من حقه. اما بالنسبه لي انا اخواني الكرام، ما يمكن ليش انا نفك واحد ونغرق واحد، كلهم بحال الاخر، ضارب تماره على العقار ديالو باش وجدو، والاخر ضارب تماره ورزق ولادو باش يشري، كلهم سواسيه بحال. اللي مضبوط القانون ديالو مرحبا به، اللي ما ضبطش القانون ديالو في العقار يمشي يقلب العقار، يمشي يسوي الوضعيه ديال العقار ديالو، وديك الساعه نديرو له التسويق ديال العقار ديالو، ومرحبا به بدون شروط مسبقه. على كل حال، كنكونوا في سوق الحد ديال بوقنادل، كنشدوا اتجاه ديال قنيطره، كاينه واحد الكورنه داروها جديده تمايا، راه يعني تم الانجاز ديالها، كملت، كنفوتوها بواحد 3 كيلومتر طريق كودرو، كيشوفوا هما طريق السيار لوطوروت، كاينه هاد السكن هذا اللي فيها سكن بالضو ديالها، بالبير، بالجيران، ترونكيل، هذا هو اللي كاين. الثمن غادي تلقاوه اخوان الكرام مكتوب لتحت على الوصف ديال الفيديو، قابل للتفاوض مع صاحب العقار، لان انا كنكسب عليه تليفون، عندي تليفون ديال 1500 درهم، صافي هادشي اللي كاين، وبقى تيخسر. اما العقار ديال مولاه، نقاش مع مولاه، هذا هو الدور ديالي، كيلاقي البائع وكيلاقي الشاري في اطار القانون والاحترام فقط. ما عندي ربح في الزياده، ما عندي ربح في النقصان، يضرب على راسه كل واحد، يناقش الثمن ديالو بحريه. العقار هذا نشوفوا الفيديو اخواني الكرام، وربي يجيب الخير.